ولكن معانا دلوقتي من الإمارات هو مكسيكي جويل كانو، ده أحد المهتمين والعاملين في نشاط الإعلام في الرياضة في المكسيك، وأيضا منتمي لفريق مونتري. هناخده من الإمارات لأن هو سافر ورا فريقه عشان نتناقش معه عبر سكايب في نقاط مهمة. أعتقد أنتوا حابين تتعرفوا على فريق مونتري بشكل أكبر، وده شيء مهم جدا. جاهز معانا على السكايب؟ بنرحب بجويل وبنقول له أهلا بيك في قناة النادي الأهلي، وإن احنا سعداء جدا إن هو معانا. أنا سعيد للغاية بتواجدي معكم. عايزين نسأله في الأول، الأهلي المنافس المؤكد بقى مش المحتمل، والمباراة بكرة وظروف الفريقين أكيد مختلفة، فعايزين الأول نسأله هو يعرف إيه عن النادي الأهلي، وإيه اللي يقدر يقوله لنا عن النادي الأهلي بحكم إن كمان في خبرات سابقة لفريق مونتري قدامه. نعلم جيدا أن الأهلي فريق كبير جدا، هو مثل ريال مدريد في أفريقيا، هو بالنسبة لنا فريق كبير للغاية بالنسبة في بطولاته المحلية. بالنسبة لمونتري، الفريق يتحسن في الفترة الأخيرة على عكس النادي الأهلي. فريق مونتري بدأ يكتسب الخبرة بشكل مؤخر. نعلم أن الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وهو فريق كبير للغاية، ولهذا نؤمن أن المباراة لن تكون مباراة سهلة. مونتري يعرف جيدا أنه سيواجه فريق قوي للغاية. نعلم جيدا أن الأهلي فريق كبير وعلينا احترامه، وخبير أجيري أيضا يعلم هذا الأمر. الفريق سيكون في أفضل حالة غدا، وعليه أن يقدم أفضل ما لديه. الأهلي فريق كبير، فريق متمرس للغاية في بطولات أفريقيا، وصدقوني نحن في مونتري نعلم جيدا أننا سنواجه فريق كبير متمرس في هذه البطولة وفي بطولة أفريقيا. بالتأكيد النادي الأهلي فريق كبير، ولكن بالتأكيد وصل لكم العناصر اللي ممكن تكون مش مشاركة بشكل كبير لأنكم بالتأكيد متابعين منتخب مصر. ولكن أنا عايز أروح لفريق مونتري وشعبيته في المكسيك وتقدر بقد إيه، ولو حبينا نقارن ما بينه وبين شعبية الأندية الأكثر في أمريكا يكون ترتيبه منها الكام، وكمان البعثة من الجماهير أو الجماهير اللي هتيجي تؤازر فريق مونتري في الإمارات، هل في جماهير واثقة بشكل كبير وجماهير كبيرة جاية مع مونتري، ولا هيكون العدد محدود؟ أعتقد أن الجماهير ستكون في حدود 800 سيؤذرون الفريق من الملعب. لن يكون هناك جماهير كثيرة ستسافر من المكسيك، الجماهير ستسافر على بعثات مختلفة. ولكن بالنسبة لمونتري، مونتري يخوض هذه البطولة بأهمية كبيرة. الجميع يعلم أهمية هذه البطولة بالنسبة للجماهير. علينا بالنسبة للفريق، هناك لاعبين كبار بالنسبة في مونتري مثل فونيس موري، وأعتقد أن الفريق لا يمر بأفضل شكل ممكن، ولكن سنحاول أن نكون في أفضل صورة غدا. وأعتقد أن قوة النادي الأهلي تفرض علينا أن نكون في أفضل حالة غدا. الأهلي أعتقد أن الأهلي أكثر قوة من مونتري في الفترة الحالية، ولكني أرى أن مونتري عليه أن يكون في أفضل حالة في أرض الملعب لكي يواجه فريق الأهلي، وأرى أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق لأننا نواجه فريق متمرس في أفريقيا.
ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وبالطبع سيكون له مؤازرة أكبر من مونتري بالنسبة لتواجد المصريين في الإمارات. ولهذا سنرى كيف ستسير الأمور في مباراة الغد أمام النادي الأهلي، وإذا أردنا أن نتأهل لمواجهة بالميراس في نصف النهائي ومن ثم تشيلسي في النهائي. تمام، أنا كنت حابب أسأله عن الشعبية بس هو راح لسكة تانية وبيحاول يلعب معنا دور كبير في فكرة أن الأهلي هو الأقوى. عايزين نسأله أخيرا عن فكرة توقعه للمباراة غدا كنتيجة وسيناريو بتاعها. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة بدءا من الدقيقة 25 أو 30. مونتري سيبدأ في دخول المباراة شيئا فشيئا. نعلم قوة الأهلي بشكل كبير، وكذلك أيضا مونتري مستعد للمباراة بشكل قوي للغاية. أعتقد أنها مسؤولية كبيرة جدا على اللاعبين داخل الملعب، لأنهم سيواجهون فريقا يمتلك لاعبين كثر في المنتخب الوطني المصري. كمشجع لمونتري أتمنى أن تكون 2-0 أو 3-0، ولكن أعتقد أن المباراة ستكون سيناريو مختلف في مباراة الغد بالنسبة لظروف الفريقين في الوقت الحالي. سنواجه فريق كبير بالطبع مثل الأهلي. أعتقد أن مونتري جاهز بنسبة 95 أو 90% للمباراة. دي نسبة كبيرة جدا يا جويل، بنشكرك جدا وسعداء بوجودك على شاشة قناة النادي الأهلي ولعب معنا جيم يعني اللي بيلعبه بيتسو موسيماني، يعني هو بيقول لك إن الأهلي هو الأقوى ثم بيقول في النهاية إن هو كمشجع بيتمنى الفوز 2-0 وجاهز بنسبة 95%. وفي الأول عارف كمان إن الدوليين بتوعنا موجودين مع المنتخب وبنلعب بدورهم. جويل جاي يلعب معنا دور صعب شوية.